عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف العادة اش نحكيو فيه على اخبار لاعبين المحترفين اللي لعبوا البرة بالطبيعة. قبل ما نخليه المجال المنتخب التونسي لو 25 مارس ضد مالي في مباراة البراج في باماكو، ربي معانا بالطبيعة اليوم فما اخبار باش نحكيو عليه يهم المنتخب التونسي. مرحبا بكم الناس الكل، العباد اللي اول مره تفرج فيها في القناه دونك نستدعاكم باش تشتركوا معنا في القناه ونستنى الدعم نتاعكم. كيف العاده قبل ما نبداو في الاخبار هذه الكل خليني نبدا الساعه بالاخبار نوعا ما الحزين. صابر خليفه الاصابه نتاعو تعاطف كبير بالعباد اللي تحب النادي الافريقي باللي ما تحبش النوادي الاخرى، دونك اصابه خطيره يظل يكسر مضاعف معناه في الساق في التيبيا في القصبة، ربي معاه ان شاء الله لاباس ان شاء الله يرجع فيس على الميادين. دونك الطبيب نتاع النادي الافريقي حكايه قال نطمن العائله نتاعو وش يعمل كشوفات نتاعو ان شاء الله ربي معاه ويرجع فيس دونك للكوره، وان شاء الله ضربات كيما هكا ما عادش نشوفوهم في الكوره على خاطر يوجعوا القلب صراحه. خليني نبدا ديريكتومون في المواضيع نتاع اليوم في الاخبار نتاع اليوم. خبر يهم دونك منتخب تونسي في مباراة متاع البراج يهم الأوراق الصفراء، دونك كنا نعرفوا أنه وهبي الخضري باش يتغيب على المباراة هذه بما أنه عنده زوز صفر في التصفيات متاع كأس العالم في المباراة اللي فاتوا، لكن لأن الاتحاد الدولي الفيفا يقرر باش يلغي جميع الأوراق الصفراء لجميع المباريات مش كان المنتخب التونسي بطبيعة، وهكا وهبي الخضري نوليو نجمو نعملوا عليه كيف حاجه تهم منتخب التونسي أنه لاعب منتخب المالي الكابيتان هاماري تراوري كيف باش يلعب المباراة هذه ولا باش يكون مؤهل باش يلعب. دونك لنا نسألكم اسكو القرار هذا في صالح المنتخب التونسي ولا مش في صالح المنتخب التونسي، على خاطر نشوف في التعليقات فما برشا عباد كونتر انه الخضري حتى يولي يجي للمنتخب التونسي. بطبيعة ما نتبناش الرأي هذا على خاطر اللاعب هذا في الفريق نتاعو في سانت اتيان ونتفقوا في الحاجة هذه انه يقدم في مردود صراحة مش كما اللي قدم فيه في الليكيب ناسيونال، وهذه معناها فما شوية منه هو وزاد برشا من الاطار الفني مدرب منتخب التونسي خاصه منذ الكبير في معناه ما يعرفش كيفاش يستغل القدرات نتاع اللعبه ذايا، وخاصه نشوفوا فيه في الفريق نتاعو ديسيبليني على الاخر. بما اني نحكي على الديسيبلين والتالق نتاع اللعبه ذايا في فريقه يختاروه في التشكيله المثاليه بطبيعه للدور الفرنسي لشهر فيفري بطبيعة مع مبابي مع فيراتي مع ميسي، تشوفوا معانا دونك في التشكيلة الأساسية هذه بنوت 7.48 دونك نوت مزيانة برشا. مبروك الوهبي الخضري إن شاء الله ديما مزيد من التألق. وكان نحكيو على الأهداف اللي سجلها حتى لتو في الدوري الفرنسي بعد 22 مباراة، تشوفوا معانا الإحصائيات ماركي 9 بونتو في المرتبة العاشرة، دونك فما مباريات ما لعبش فيهم الخضري بما انه مصاب يمكن كان نجم يكون السكور نتاعو اكثر نتاع البونتوات، وان شاء الله من تألق الى تألق وكي يجي المنتخب صراحة نستغلوه على اكمل وجه. بما ان نحكي على التألقات تألق لاعب اخر اللي هو انيس بن سليمان 20 عام يلعب مع بروندبي، يختاروه احسن لاعب شاب في البطولة الدنماركية لشهر فيفري ودونك ياخو التروفي ياخو الجائزة. مبروك بن سليمان عمر 20 عام في بداية المسيرة بتاعه، حاجة مهمة على الاخر من احسن المواهب الشابة التونسية واللي طالعة في الدور الدنماركي كيف اختاروه كما نعرفه في احسن معناها تشكيلة متاع اللاعبية الشبان طالعين في الافريق، حاجة مزيانة برشا تزيدوا دفع معنوي صحيح في المنتخب التونسي مازال ما اعطاش الحاجات اللي ننتظروا فيها وبرشا عباد تشكك فيه وصلوا يقولوا معناها ماهوش ملاعبي، لا هذا غلط على الاخر كما حكينا في فيديوهات اللي فاتوا الظروف نتاع الكوب دافريك والجو هذاك الكل. دونك مبروك اللعبة هذايا وان شاء الله يكمل في المسيرة نتاعو هذه ونشوفوه على شلاه في اكبر النوادي الاوروبية. خليني نحكي مرة أخرى ويفرض روحه اللاعب هذايا كل مرة الله غالب، دونك حنا باع المجبري اللي عمل دونك عمل حوار عمل انترفيو مع صحيفة أونز مونديال صحيفة العالمية حكى برشا حاجات ويمكن الخبر هذايا مش باش يعجب برشا وليد الهيشري. دونك حنا باع المجبري عمل حوار مع الصحيفة هذه كما تشوفوا معناها مش كان في تونس لاقي قدره مش كان في تونس فما برشا عباد معناها تشكر والا معناها تعطي في حق اللعبة ذي في الامكانيات نتاعو، مادة خام مزيانة برشا شي تصلح برشا امكانيات مزيانة برشا وان شاء الله شي نشوفوه يعبر اللعبة ذي في الاوروب وان شاء الله ياخذ فرصته في اقرب وقت. كان نحكيه شوية على الحاجات اللي حكيهم في الحوار هذا، يحكي على الانتماء والمنتخب التونسي كيفاش اختار المنتخب التونسي كيفاش هو فرحان انه اختار
المنتخب التونسي على حساب المنتخب الفرنسي، قال لدي اختيار القلب وما فيش نقاش. قال حاجة مزيانة برشا انك تلعب معناها لبلادك، قال مش معناها فرنسا مش بلادي، لكن شعور مزيان برشا انك تلعب لتونس. قال في كوب دراب شفت الشعب كامل ورانا، سعيد برشا فرحان برشا اني خذيت القرار هذايا اللي تلعب طبيعة زي المنتخب التونسي. قال في النشيد الرسمي حسيت شعور قوي برشا وشديت روحي باش ما نبكيش، خاصة كي سمعت معناها الصياح متاع الجمهور التونسي. كيف كيف احكي على علاقته مع الملاعبية مانشستر يونايتد كيما مثلا مع كريستيانو، قال كل يوم قاعد نتعلم عليه، معناها كوسو سوا في لونترينمون ديسيبلين نتاعو، كيفاش ياكل، وقتاش يرقد، شنو يشرب بالضبط، شنو ما ليزابيتود نتاعو. حاجة مهمة برشا لاعب في العمر نتاعو معناها يخالط الملاعبية هذوما على خاطر نجم معناها يكسب منهم كان الحاجات الباهية وليزابيتود الباهين، وهكاك نجم يعرف يجاري الكارير نتاعو باش يوصل الأحسن ما فيها ويوصل البيك اللي احنا لتوا نستناه فيها. قال كيف كيف اللي فرحان برشا اني ننتمي لمانشستر يونايتد، نادي فيه معناها ملاعبية من العظماء اللي هزوا برشا تيتروات كبيرة برشا. دونك ان شاء الله حنا بعد المجبري من تألق الى تألق زادة ونشوفوه كما قلنا في الفريق الاول في اقرب وقت. خلينا نحكي وزاد على تألق ملاعبية اخرين في الهجوم تاع المنتخب التونسي. مرة اخرى ياسين الخنيسي مع نادي الكويت الكويتي سجل الهدف السابع ليه في سابع مباراة، تألق كبير ياسر ياسين الخنيسي. وبرشا كلام وإلا فما خبر أنه بيسك مؤكد 99% أنه منتخب التونسي جلال القادري دونك عمل له انفيتاسيون باش يجي المنتخب التونسي. من رأيي يستحق صراحة الدعوة ذي نظرا معناها الليستات اللي قاعد يعمل فيهم، رغم اللي ساعات حبيت معناها الصفحة كما قلت في الفيديو اللي فات تتتوام تاع الخنيسي، لكن قاعد يفرض في روحه اللعبة ذي، وإن شاء الله كي يجي المنتخب التونسي يعطي الإضافة. كيف كيف لاعب آخر قاعد يتألق ورجع خاصة بعد الإصابة متاعه من الكورونا برشا قلق اللعبة ذي، اللي هو نعيم سليتي اللي معناها قعدت فترة كبيرة برشا وقت اللي التحق بالنادي متاعه ملعبش، قعدت مقلقته حكاية الكورونا، دونك يسجل هدف ليه مع نادي الاتفاق السعودي ضد أهلي جدة في المباراة هذه، يسجله في دقيقة 19 وخذ نوت 7 على 10. حاجة مهمة برشا أنه ملعبيتنا قاعدة تتألق، قاعدة تعطي في روندمون، وذلك كل إن شاء الله إن شاء الله نعرف ونستغلوه في مباراة البراج، وإن شاء الله جلال القادري يعرف معناه يستغل ملاعبيتنا ويحط التشكيله الصحيحه ويحط التكتيك الصحيح ويعرف يعمل لي شانجمون ويعرف معناه يتصرف في المواقف الصعبه. وان شاء الله بطبيعه المنتخب التونسي يترشح للكوب دي موند على خاطر حلم التونسي الكل. صحيح هو مش حلم معناه عملناه سابقا، لكن ان شاء الله معناها فرحه كبيره كان ترشحنا وراها برشا حاجات مزيانه حكينا عليها في برشا مرات. دونك هذا هو فيديو نتاع اليوم، نستنى التفاعل نتاعكم الدعم نتاعكم كيف العاده. بسلامه.